الوضع سيء قوي. إني ما بيش مرتبات ثمان أشهر والناس حالتهم حالة سيئة قوي. وده الحين معيشة إلا في يد أرحم الراحمين بس. أيها الأسعار. ها؟ الأسعار بترتفع. كل شيء بترتفع، الغاز، الأسعار، كل من يوم ليوم أغلى أغلى أغلى. رمضان هذا مرتفعة. لا وهذا ما يناسب خاصة الموظفين الذي هم أصحاب الكروب. ما بيش معهم فلوس، ما بيش معاشه. ضروري يهتموا يعطوا معاش لرمضان على الأقل. غاز بعته من شان الإيجار وسلمت إيجار، والآن أنا بلا غاز ولا رز ولا دقيق ولا أي حاجة في البيت أملك. غير أملك دوان البنات فقط، وهذا اللي تشوفوه قدامكم هذا غيره ما أملك أي شيء.